ونبقى مع معاناة النازحين من الأمطار. وبالعودة إلى بغداد معنا عبر الهاتف السيدة دهاء الراوي، عضو لجنة النازحين في مجلس محافظة بغداد. سيدة دهاء، مرحبا بك. يعني بداية، كيف ستتصرف لجنتكم أنتم باعتباركم مسؤولين عن النازحين في بغداد وما حولها بالكارثة التي حدثت يعني اليوم والأمطار التي أغرقت وتسببت بموت البعض والغرق للخيام؟ نعم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أزمة الأمطار التي هطلت بصورة سريعة جدا في بغداد أدت إلى سقوط الخيام في كافة مخيمات قاطع الكرخ، وأدت بصورة مباشرة على واقع النازح، وكذلك أدت إلى انهيار الخيم بأكملها. أزمة النازحين هي أزمة تحتاج إلى تكاتف كثير من الجهات المعنية بهذا الأمر، منها محافظة الأنبار، ومنها الهجرة والمهجرين، ومنها رئاسة الوزراء، الحكومة العراقية، يعني سيدة دهاء، والمنظمات الدولية. حتى نكسب الوقت أكثر، يعني ألا تتوقع الحكومة العراقية ولجنتكم ومجلس محافظة بغداد قدوم الشتاء؟ لماذا نتفاجأ في كل عام بفصل الشتاء وكأنه لا يأتي في كل عام، والأمطار لا تتساقط في كل عام وتتكرر هذه المشكلة في بغداد وفي العراق؟ ويعني هذا العام أضيفت مشكلة جديدة، هي مشكلة الخيام والنازحين الذين يعانون بما فيه الكفاية ولا ينقصهم مشكلة جديدة. لماذا يعني لم يكن هناك إجراءات احترازية لحماية الناس من الأمطار والغرق؟ نعم، هذا سوء وضع خطط استراتيجية لمحافظة بغداد. نحن في مجلس محافظة بغداد استضفنا المدراء العامون في هيئة خدمات بغداد، وطرحنا عليهم ما هي استعداداتهم لموسم الأمطار الحالي، فقالوا أننا أقمنا كل الاستعدادات ونحن مستعدون لاستقبال الأمطار في أي وقت، فلا توجد مشكلة. فظاهر أنه ما هاي استعداداتهم، أكثر من هذا ما يقدرون الظاهر يسوون، لأن خططهم كلها غير واقعية وغير منطقية. فلذلك يجب على أمينة بغداد أن تتخذ وتخرج بنفسها إلى الواقع، وليس تعتمد على سواء أمينة بغداد أو محافظ بغداد. محافظ بغداد خرج من أول قطرة في مطر في بغداد، ولكن الاستعدادات كانت غير مؤهلة لاستقبال هذه الأمطار، ولكن هناك خلل في الأمانة، وكذلك خلل في وضع الاستراتيجيات والخطط التي تقي المواطن العراقي من هذه الأمطار. سيدة دهاء، يعني في سؤال أخير، برأيك كيف يشعر الآن المسؤولون الذين يعيشون في المنطقة الخضراء في بغداد مع معاناة النازحين ومعاناة أهالي بغداد بهذه الأمطار؟ والله إذا عندهم ضمير، هؤلاء الناس يشعرون بالفشل. يعني يحسون بالخجل والفشل، لأن المسؤول إذا ما يكون قد المسؤولية اللي يستلمها فلا يستحق أن يتبوأ أي منصب كان من المناصب السيادية أو القانونية. لا، يعني على كل حال هو عدم المساءلة والمحاسبة هو ما يدفع المسؤولين إلى يعني التهرب من مسؤولياتهم. شكرا لك يا سيدة دهاء الراوي، عضو لجنة النازحين في مجلس محافظة بغداد، كنت معنا عبر الهاتف.